ودلوقتي هنشوف مع بعض اكسكلوسيف انترفيو مع النجم الشاب محمد الشرنوبي، واللي هنعرف منه تفاصيل اكتر عن الالبوم الجديد وكمان اخبار تانية حصريه لبرنامج عين. النفسيه هي اول اغنيه اخترناها. الكلام ده غالبا كان ابتدينا شغل من حوالي سنة ونص كده، ورحنا لمحمد يحيى الملحن والأيمن بهجت قمر واخترنا الكلام واخترنا اللحن وابتدينا نشتغل. مش حد بيتوقع النجاح، دايما بتتمنى انك تنجح طبعا زي اي حد بيبقى عايز نفسه ينجح، بس عمرك ما بتتوقع لانه ممكن تكون متوقع ويحصل عكس توقعاتك بالظبط مهما كان انت متوقع ايه يعني. فالحمد لله يعني الحمد لله حققنا حاجات حلوه وبالنسبه لاول سنجل ليا، وان شاء الله اللي جاي هيكون احسن بكتير. خلاص ابتديت اعمل الالبوم، الناس ما كانتش عارفه انا بعمل البوم ولا انا بعمل ايه في حياتي اصلا. بس يعني لا تمام بعمل البوم وخلاص شغال فيه وفي حاجات حلوه قوي يعني. بوعد اي حد بيتفرج انه ان شاء الله هيسمع حاجات كل حاجه احلى من قبلها. منتدى الشباب فكره عظيمه وفكره ان الناس يلاقوا مكان يعرفوا يتكلموا فيه مع بعض، يتناقشوا مع بعض في اي مشاكل، في عامه في حاجات في قضايا مضايقاهم، في اختراع مش عارف يودي فين، كل دي حاجات. ده مكان مهم جدا، فكنت حابب ان انا اكون موجود فيه المره اللي فاتت. للاسف المره دي مش عارف اكون متواجد هناك عشان تصوير وعشان تسجيل وعشان اول سنجل اللي هي نازله، ويعني عندي حاجات كتير مش عارف اكون متواجد هناك. بتشرف ان اغنيتي بتتذاع دلوقتي على كل القنوات يعني بتاعت منتدى الشباب، وبتشرف ان انا كنت مشارك فيه السنه اللي فاتت. المسلسل كانه امبارح كان بيتعرض على قناه مشفره وحقق نجاح يعني انا ما كنتش متوقع خالص يعني. كنت متوقع ان هو ان شاء الله ينجح وكنت بتمنى وبتاع، بس ما كنتش متوقع النجاح للدرجه دي يعني. الحمد لله ونزل اونلاين، حقق نجاح رهيب. اتبسطت جدا وشفت رد فعل بصراحه يعني ما كنتش متوقعه خالص. التجربه بشكل عام كانت ممتعه قوي لانه اول حاجه اوف سيزون عاملها بره رمضان، اول حاجه يبقى انا شايلها بنسبه كبيره يعني، يبقى مسؤوليه كبيره عليا. اول حاجه تبقى مختلفه كده عليا يعني، الدور كمان مختلف جدا، المستوى الاجتماعي يعني معدوم خالص، ودمه خفيف وبيحب بنت في مستوى اجتماعي مختلف تماما، وفجاه بقى موجود في عيله مستوى الاجتماعي مختلف تماما. ففي حاله لطيفه قوي في المسلسل، ومسلسل كمان اجتماعي وبتاع بيوت جدا، فالناس اللي هتتفرج عليها هتتبسط قوي. 45 حلقه ده كتير قوي وتقيل قوي ومتعب جدا بصراحه، فمش عارف ممكن والله يعني ممكن اكررها تاني، ما حدش عارف. ممكن يكون في سكريبت اللي هو يعني اتعب عشانه واتبهدل عشانه عادي، ما حدش عارف. الممر فيلم مهم قوي وتجربه مهمه جدا، مش هقول تفاصيل، بس هقول ان انا بتشرف ان انا شغال في فيلم زي ده، بتشرف ان انا هكون جزء من مشروع مهم وكبير زي ده، بتشرف ان انا بشارك ناس واسماء مهمه جدا يعني كنت بتمنى في يوم من الايام ان انا اشتغل معاهم. استاذ شريف عرفة يعني اي ممثل بيبتدي حياته بيبقى نفسه يشتغل مع استاذ شريف عرفة. هو التمثيل والغنى انا شايفهم حاجتين يعني، حاجه منهم اتولدت بيها الغنى واتولدت لقيت نفسي بغني، وحاجه منهم اجتهدت واشتغلت على نفسي عشان اعرف اكون ممثل، فدي ليها طعم ودي ليها طعم مختلف تمام. فان انا اقول لك لا انا هعمل كده واسيب ده وانا هعمل ده واسيب ده صعبه يعني، هي حاجه صعبه جدا، لان انا بالذات ان انا بقالي بتاع 10 سنين دلوقتي بمثل، خلاص يعني مش هعرف اسيب التمثيل، وفي نفس الوقت مولود بالغنى فكنت مستني بس الوقت المناسب اللي اغني فيه. نفسي اعمل دويت مع سميره سعيد مع الديفا. يعني بحبها وبحترم دماغها وبحترم اختياراتها دايما، وبحب طريقه شغلها، بحب الاغاني اللي بتقدمها بقى يعني. انا ممثل في الاول وفي الاخر،
ممكن اغني شعبي، ممكن اغني ممكن اتشقلب، ممكن اعمل اي حاجه. لا مش هعمل مهرجانات الا لو في فيلم، يعني دي هتبقى حاجه. بس لا مش هعمل مهرجانات، يعني كاغاني مش هعمل مهرجانات. ممكن اعمل مهرجانات ما عنديش مشكله لو في فيلم، لو في حاجه جوه سياق حاجه، لو بعمل حاجه، بس لا مش هعمل مهرجانات يعني.